ده لا يعطلنا عن ان احنا اصحاب دور حقيقي كمان في حماية حقوق الانسان في الوطن في مصر. واحنا مسؤوليتنا ان احنا ندافع عن حق كل مواطن في محاكمة عادلة وتحقيق عادل وسلامة بدنية وذهنية له امام المحكمة حتى يقتص القانون منه اذا كان هناك جريمة. مش هنسمح لمحامي ان تنتهك حقوقه في الدفاع عن نفسه او في الدفاع عن الاخرين، لان دي رسالته وده دوره اللي احنا متمسكين بيه وما زلنا متمسكين. قدر تمسكنا بوطننا بمصر وبجيشنا وبقواتنا المسلحة احنا متمسكين بالمحامين وبمحامينا وبنقابتنا التي تدافع عن الوطن في مكانها وفي دورها وفي مستواها. ده باختصار مؤتمركم، دي الرسالة الوطنية لهذا المؤتمر، أردنا أن نؤكدها مرة أخرى في الختام كما أكدناها في البداية.